تطرقنا إلى المستجدات الدولية. بالنسبة للمشاكل الإقليمية المطروحة، في اتفاق وتطابق وجهات النظر، بالأخص في الملف الليبي وجهات نظر إيطاليا وجهات نظر الجزائر بتقريب متطابقتين. الفرصة لأن أؤكد على الصداقة القوية المتينة بين إيطاليا والجزائر، وعلاقة الإيطالية الجزائرية ليست وليدة اليوم، هي قديمة في الزمان وتقوت أكثر أثناء ثورة التحرير، ثم المساعدات التي تلقيناها من عند أصدقاء الإيطاليين في العشرية السوداء. بالتقريب كانوا هما البلد الوحيد اللي كان واقف معنا هي إيطاليا.